السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نتحول من أكادير إلى إقليم ميدلز مع أختنا عائشة. الله يجزيك بخير أستاذ، الله يخلي لنا وجهك ويستر عليك ويرحم والديك. الله يجعل سيد ربي يخليك لينا. الله يحفظك عائشة. الله يرحم الوالدين. اللهم امين. الله يستر عليك، بغيت تدعي لي مع واحد البنت. الله يجازيك يا رب يا رب يا كريم. الله يستر عليك. الله يرحم يا رب يا رب يا كريم. الله يجازيك بخير. لا لا عائشة، اش وقع لهاد البنية؟ اش وقع لها؟ سيدي كتخطب وما بغاتش تتزوج، ما بغاتش تنام كاع. لا لا اله الا الله. خويا لبست الخاتم ولبست الحوايج ولبست كل شيء ديال السيد ولات قالت الكلا، ودابا انا مريضه بزاف. انا مريضه، صدقوا فيا القواطر وعيانه بزاف ما شاء الله. وهذه بنتي لا اله الا الله، ما كاين ما نقول لك، راك عارف ديال هذا الجيل ديال هذا الوقت. لا اله الا الله. رضتني بزاف صحتي، مشاكل واحد اخرى ما كاينينش كاع للدار. لا حول ولا قوة. كيجي ناس كاع قالك لي ما تجلسش هي في الدار، وانا ما قدرتش نزيد نسردها. لا اله الا الله. ما قديتش. الله يفرج عليا. ما قديتش ليا انا لبا. لا اله الا الله. ما قديناش غير انا وخواتي تا وبا وصافي اللي معاه، وهي كيجيو الناس زعما يطلبوا، قالت لك والو الزواج هو اللي ما تقبلش. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه عندها 20 عام طالعة في 21 عام. لا حول ولا قوة. تدخل شهر جوج غادي تدخل في 21 عام زعما تطلع فيها. ان شاء الله باقا صغيرة بإذن الله. صبتنا بزاف. لا إله إلا الله. صبتنا سيدي بزاف. الله يحفظها. ولا لا عائشة، أشنو السبب اللي كتمتنع عن، أشنو السبب كتقول لكم؟ وأنا سيدي غير كيجيو الناس كتقول لك واخا هي بغيت. كتقعد شي شوية وتقول لك لا ما نجوش. ما شاء الله. منجوش. ما شاء الله. إيه والقراية ودخلتها زعما كدير داك الشيء ديال ليزانفيرمي في ديك المدرسة ديال ليزانفيرمي، والو أربع شهور اللي جلست فيها ورجعت قالت لك ما تمشيش. ما شاء الله ما شاء الله. إيه لا إله إلا الله محمد. لا إله إلا الله. الله يصلحها يا رب. والحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد والشكر، قاعد يجد لي الخطاب النهار. الحمد لله. الله يحفظك لله عائشة. الله يحفظك لله. الحمد لله سيدي الحمد لله. الله يفرحك بوليداتك يا رب. الدعاء ديالك وكنزن فيك وندعي لله يا رب. كندعي في ربي لا ليا ولا اللي عنده شي مشكل، ولا اللي عنده شي بنت ولا شي ولد ولا شي حاجه. الولد تعقد لي حتى في العيد ما جيت يقول لي مبروك العيد، راه كاف غير برا. لا حول ولا قوه الا بالله. حتى في العيد حرام ما وصلني ولا جاني. ما شاء الله ما شاء الله. لا اله الا الله. الله يفرج عليهم يا رب. اختو ما تجلسش في الدار. ما شاء الله. قلت لها جلست هي في الدار، انا نخوي في الاول قالت لي نقتلها ندير نفعل نترك شويه عاود، ولا قالت ما نجيش كاع للدار منين ما بغيتيش هذا الشيء، ما نجيش انا كاع للدار. لا اله الا الله. انا طبت بيناتهم سيدي. الله يفرج عليك. الله يفرج عليك. الله يسهل عليك. الله يخلي لنا وجهك. اللهم امين يا رب. يرحم والديك سيدي. الله يسهل يا رب. والله الا كنتفاجئوا بالكلام ديالك، وكنتفاجئوا بالدعاء ديالك، وكنتفاجئوا بالهضره ديالك وبالصوت ديالك وبكلشي كنتفاجئوا. الله يحفظكم لله عائشة. الحمد لله والشكر لله. اللهم لك الحمد يا رب. اللهم لك الحمد سيدي. الله يفرج عليك لله عائشة يا رب. الله يفرج عليك يا رب. سيدي الله يخلي ليك ويرحم الوالدين. واحد اللهم امين. حتى هو شويه ما شي 17 عام هادي واخا عايشين في الدار، هو في سكنته وهو في بيته وحنا في بيت. ما شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا محمد رسول الله. اللهم فرج يا رب. اللهم فرج يا رب. الله يفرج لله عائشة. يا ربي يا ربي. لا اله الا الله. يا كريم يا كريم. بغيت الدعاء ديالك راه مقبول عند الله. الله يحفظك لله. اكرمك الله يا رب. الدعاء ديالك مقبول عند الله. الله يا رب. الله يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. يا ذا الجلال والاكرام يا الله يا الله يا الله. لا اله الا الله. اختنا عائشة هي كتبكي، حنا قلوبنا قد تمزق من داخل. اكيد ان المرض ديال القواطر اللي جاها سببه الاعصاب. هذا القواطر السبب الرئيسي اللي كيتكون من عند بعض النساء هو القلق الشديد والاعصاب الشديده، والانسان كيبقى يكتم في قلبه حتى كيتفجر لي داك الشيء في الحلق ديالو. الله يشافيك لاله عائشه. هاد ولاد اليوم كاين بعض المرات كيكون فيهم العناد، يعني بحال هاد البنيه كنلقاو السبب ديالها ماشي شي عكوسات بقدر ما ربما عندها
اما اوهام واما عناد. كاين بعض الفتيات الصغيرات باغا تزوج ولكن عندهم في الخيال ديالها واحد النموذج ديال الزوج اللي بغات تتمنى في خاطرها، بغات يكون بصفات معينه. ملي كيطرق الباب واحد الانسان كتقول نعم، ولكن من بعد كتقول ربما ماشي للصفه اللي كنت كنتمنى، لا هذا ما عمرش لعيني او ما حسيت به بقلبي. يكون هذا السبب. وسبب اخر كيكون نوع من العناد، وقد يكون هناك ربما المانع من اشياء اخرى الله تعالى اعلم بها. ولاد اليوم بعض المرات اذا ركبهم العناد كيعود صراع بين الشقيق والشقيقه. بعض المرات كيلقاهم طاردين، وكتلقى الولد والبنت في صراع. الام والاب ملي ولدوا الاولاد فرحوا، قالوا الحمد لله عندنا نصيبنا من الذكور ونصيبنا من الاناث، وربي غيجمع الشمل ديالنا. لكن ملي كيوصلوا سن المراهقه 16 عام 18 عام 20 عام كيقعد بيناتهم واحد العناد، وكيعود الدري ما يحمل اختو اختو ما تحمل خوها، وكيبقى داك الصراع. هنا كيبقاو الوالدين كيتعذبوا عذاب شديد. والله يحسن عوانك لاله عائشه، انا حاس بالمعاناه ديالك، ولكن الله عز وجل من فوقنا يسمع ويرى. الله تعالى هو الذي يقدر الاقدار ويقسم الارزاق، وهو اللي قال لنا ادعوني استجب لكم. فاسال الله الكريم لاله عائشه رب العباد جل جلاله ان يفرج همك وينفس كربك ويجمع شملك. وهاد الوليدات الله يصلحهم بالسبع المثاني والقران العظيم، وهذيك البنيه الله يسوق لها في القريب العاجل زوجا صالحا طيبا مباركا مرضيا مهديا يملا قلبها وروحها، وتكون لي زوجه صالحه باذن الله. وذاك الشاب الله يهدي الطريق المستقيم ويحقق الرجاء ديال الوالدين به باذن الله تعالى. اللهم امين يا رب. بقي معنا لاله عائشه ختام الحلقه نديروا واحد الدعوه ديال الخير، وبحالك بحال بقيه الناس كتقولي امين. وملي كنقولوا جميعا امين في لحظه واحده معنا الناس كيسمعوا فينا في المغرب باسره، من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، ومعنا اناس اخرين خارج ارض الوطن من امريكا ومن فرنسا ومن العالم العربي ومن افريقيا. اذا قلنا جميعا عندك الدعاء يا الله يا امين، الله تعالى ينظر الينا بعين الرحمه وعين اللطف وعين الكرم وعين الجود، فيقضي لنا ما نحتاج اليه من خير. اللهم عجل بالفرج. اللهم امين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.